أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قدرت وقضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واختم بالصالحات فيما يرضيك عنا آمالنا، وبالسعادة آجالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما
لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا. اللهم يا رحمن بفضلك ومنك اعتق رقابنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك وإحسانك اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إن لنا والدين كانوا ينتظرون هذا الشهر الكريم واليوم هم تحت الثرى. يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم. يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم ارحمك بوالدينا وهم في جوارك يا خير من تجير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم تجاوز عنهم. اللهم اجعل قبورهم بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلهم. اللهم وانزل على قبورهم الضياء والنور. اللهم وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا برحمتك وغفرانا. اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة. اللهم اجعل كتابهم باليمين. اللهم اجعل كتابهم باليمين وإلى أعلى جناتك ودرجاتك سابقين. اللهم ثبت أقدامهم يوم تزل الأقدام. اللهم خفف حسابهم. اللهم اجعلهم في رحماتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لآبائنا من كانوا لنا رحمة من عندك. اللهم ارحمهم. اللهم ارحمهم. اللهم ومن كان من آبائنا على قيد الحياة اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم متعه بالصحة والعافية. اللهم اغفر له ذنوبه. اللهم متعه بالصحة والعافية واجعله من عبادك الخالصين المخلصين المخلصين. اللهم ارزقه الخاتمة الحسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا دائم المعروف يا قديم الإحسان. اللهم عاملنا بما أنت أهله
اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل المحامد والمكارم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعمدها وسهوها، اللهم كل ذلك عندنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.